وبمناسبة يوم الشباب البحريني وفي تصريح خاص لمركز الأخبار، أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن يوم الشباب البحريني يشكل مصدر فخر واعتزاز للقطاع الشبابي في ظل ما يحظى به هذا القطاع من رعاية واهتمام بالغ من قبل جلالة الملك المعظم، فضلا عن الدعم الذي يحظى به من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. حضرة صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه دائما يؤمن بقدرات الشباب وطاقاتهم وإمكانياتهم وأفكارهم، فنرى هذا الشيء يتجلى في اهتمامهم باهتمام جلالته بأفكارهم، اهتمام جلالته باللقاء بالشباب البحريني في كافة المناسبات، واهتمام جلالته في توجيهنا للاهتمام ودعم ورعاية هذه الشباب وأفكارهم واحتياجاتهم. فنرى في كافة المناسبات جلالته يلتقي بالشباب، فهذا شيء يؤدي لزراعة الأمل في نفوس الشباب وإحساس الشباب أن فعلا صوتهم يسمع. طبعا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يولي الشباب اهتمام كبير واهتمام خاص بجعلهم أولوية وطنية في برنامج عمل الحكومة، وأيضا دائما يؤكد ويوجه لتسخير كافة الإمكانيات لفتح الأبواب لتقديم الفرص المميزة لشبابنا ذو الكفاءة ليتولون مشروعات مهمة في البلد، ليتولون مناصب قيادية في البلد، وأيضا نستمع لآرائهم ومقترحاتهم وحلولهم الابتكارية أيضا.